السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ مريم العالمي. اليوم غادي نقدم لكم حلوة حلوة اقتصادية وسهلة، ممكن لكم ديروها للضيوف هكا، ماشي يعني بالضرورة ديروا حلوة يعني مكلفة، ولا حلوة بسيطة وكتجي زوينة حتى في الشكل ديالها، ولا ديروها لوليداتكم هكا المدرسة. ولا غادي نبداو، هنا عندنا اللوز مهم، القدر اللي بغيتو ديال اللوز، يعني القدر اللي بغيتو شوية ولا بزاف ولا اللي حسب اللي بغيتو. هنايا ديت اللوز سلقتو قشرتو وهكا خليتو في الزيت، ملي ديرو بقشورو معليش. هنا خديت البيسكوي هكايا صابلي وطحنتو عادي، وهنايا كنحتاجو هاد العسل هكذايا، راه كتشوفوا راه هو مطلق، ماشي يعني مش مطلق شويه. الكويختات هكا كيف كتشوفوا، ممكن ليكم ديروا يعني اللي عندكم، ممكن ليكم ديروا بلاصه اللوز، ما عندكمش اللوز ديروا كاوكاو يعني وديروا حتى الكوك، المهم اللي عندكم ديروا، يعني كيبقى الاختيار ديالكم، يعني ماشي بالضروره اللوز، ماشي بالضروره يعني بيسكوي، ولا اللي عندكم. هنايا كناخد سكوي هكدا، كناخد اناء اللي فيه بسكوي هكا، ندير فيه اللوز، يعني ماشي مكلفة كيف قلتلكم، يعني ما عندكمش اللوز ديرو كاوكاو، ديرو الكوك، يعني ما عندكمش عاوتاني العسل ديرو نسلين، عندكم ديرو كونفيتور، يعني اللي عندكم ديرو. والعسل من هنا غادي نستعمل، غادي نخلطو وما جاي لكم ان شاء الله. كتشوفوا هنايا انا كملت كوارت ديال هاد الحليوات هادو، انا خديت وحده هنايا صابتها كيف كتشوفوا، غادي ناخد هكا. انا دوبت الشكلاط هنايا، دوبت من قبل باش نوري لكم، الحمد لله راه كي بالكم. ناخد هكذا كتشوفوا، ليكم ديروا حتى الشكلاط البيض هكا، ولا تزوقوا خطيطات هكا ديروا شكلاط الكحل، وتزوقوا خطيطات بحال هكا بالشكلاط البيض، المهم لكم اللي عندكم. كلكم انا هنا زينت بهاد الحبيبات هكا شكلات ملونين، كلكم تزينوا بالكوك ولا بالكوك ولا اللي عندكم هكا، ولا شكلات البيض، ممكن لكم كاع تخليوها هكا معليش كيف كتشوفوا. وانا غادي ناخد هكذا وغادي نضغطها كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. انا غادي نعاود معكم واحده اخرى، شوفوا نحطو الشكل هذا، شوفوا نديرو في كويغطات هكدا بيدي حسن بيديكم كيف تشوفوا. غادي ناخدو هكدا، غادي نضغطو كيف كتشوفوا على هاد الشكل هذا، كتجي رائعة وزوينة، كتجي راقية وزوينة وسهلة حتى في التحضير. المهم انا غادي نكمل هاد الكويرات اللي عندو ونرجع مشاكل التقديم ان شاء الله. كيف كتشوفوا الحليوات ديال اليوم كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو رائعين وكيف قلت لكم راقيين وسهلين حتى في التحضير. ضيوف الغفله ولا وليداتكم يديوهم من المدرسه هكا، داك بيسكوي هكا ديال الزنقة بحال هكا، وكذلك الاعياد والمناسبات بحال هكا سهله التحضير، وماما ماشي يعني مكلفه اكثر، يعني سهله اقتصاديه كيف كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا، النظر كتجي راقيه وزوينه.
نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد، وضغطوا على الجرس ما تنساوش. الى اللقاء.